قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إن القاهرة وواشنطن تعملان من أجل أن يعيش الإسرائيليون والفلسطينيون في سلام. أضاف بلينكين أن مصر شريك حقيقي وفعال في التعامل مع العنف في الآونة الأخيرة بين إسرائيل والفلسطينيين، مشددا على أن مصر هي شريك فعال في منطقة الشرق الأوسط أيضا. تصريحات بلينكين أتت خلال زيارات رسمية إلى مصر، التقى خلالها مسؤولين مصريين للتباحث في وقف إطلاق النار والمتزامن في غزة. خلال استقباله وزير الخارجية الأمريكي، شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية وتكثيف التنسيق بشأن قضايا المنطقة. أوضح أيضا المتحدث الرسمي أن اللقاء تطرق إلى مستجدات القضية الفلسطينية وسبل إحياء عملية السلام في أعقاب التصعيد الأخير. تناول أيضا اللقاء تطورات الأوضاع في ليبيا والمرحلة الانتقالية التي تمر بها حاليا، وصولا إلى الاستحقاق الانتخابي المنشود في ديسمبر المقبل. وحول الأزمة المتعلقة بسد النهضة، شدد السيسي على تمسك مصر بحقوقها من خلال التوصل إلى اتفاق قانوني منصف وملزم. في محطته الأخيرة من جولته في الشرق الأوسط، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إن واشنطن ستقدم الكثير من المساعدات المتنوعة للفلسطينيين وفي مختلف القطاعات. بلينكين شدد أيضا على أن المسؤولية تقع على عاتق كافة الأطراف لمنع تجدد دورة العنف وبذل الجهود للوصول إلى حلول سياسية. تصريحات بلينكين جاءت خلال مؤتمر صحفي في عمان خلال زيارة رسمية إلى الأردن. للمزيد من المعلومات ينضم إلينا الآن من القاهرة مراسل الشرق إسلام أبو المجد، وكذلك مراسلة الشرق في عمان دانيال معايطة. أهلا بكما معنا في ألوان الشرق لليوم. أبدأ مع دانيا، حيث الزيارة انتهت في الأردن. دانيا، وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين فور نهاية زيارته إلى مصر توجه للأردن للاجتماع مع الملك عبد الله الثاني ومسؤولين آخرين. ماذا تمت مناقشته بحسب ما تابعتي لليوم؟ نعم، أهلا بك هدير. يعني التقى وزير الخارجية الأمريكي اليوم في العاهل الأردني، وأيضا التقى مع الوزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي في محادثات كانت جانبية بعد لقائه مع العاهل الأردني. تحدثا اليوم العاهل الأردني ووزير الخارجية الأمريكي حول الأحداث في المنطقة، وتحديدا فيما يخص الأحداث الأخيرة في الأراضي الفلسطينية وموقف الأردن الواضح الداعم للقضية الفلسطينية. أيضا كان هنالك حديث عن الدور التي تقوم به الأردن، وهو يعني تلعبه الأردن لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، وهذا ما تحدث عنه وزير الخارجية الأمريكي أمس خلال تواجده في الأراضي الفلسطينية، والذي قال خلال تواجده أن الأردن يلعب دورا رئيسيا ومهما في عملية السلام في المنطقة. أيضا تم الحديث عن يعني أبرز الملفات المشتركة بين البلدين. يعني هديل، كما تعلمين أمريكا يعني بالنسبة للأردن هي يعني دولة شقيقة وصديقة، وأيضا يعني هي من أهم الصداقات الدبلوماسية التي تتابع معها الوساطة الأخيرة لا سيما مع الأردن. نعم. دانيا، دعيني أنتقل إلى القاهرة. بين الأردن وأمريكا. إسلام، وصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين اليوم إلى القاهرة بعد أن أنهى بالأمس زيارة لكل من القدس ورام الله في بداية جولته الشرق أوسطية كما أسلفنا. مصر كلاعب أساسي في جهود التهدئة، ما الذي تمت مناقشته لليوم بحسب ما تابعت؟ نعم هديل، العديد من الملفات تم مناقشتها في هذا اللقاء المهم، لكن يأتي على رأسها هي الرغبة المصرية التي عبر عنها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في إجراء محادثات مباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين في أسرع وقت ممكن وبانخراط أمريكي كامل. يعول الرئيس المصري هنا على هذا التقارب الواضح بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين مصر في الآونة الأخيرة، والإشادة المتبادلة من الجانبين بدورهما في وقف إطلاق النار والبدء في إعادة الإعمار وتثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة. وبالتالي هناك رغبة مصرية في إجراء محادثات مباشرة. ربما كان لوزير الخارجية الأمريكي بلينكين رأي يعني آخر يتعلق بأهمية استئناف عمليات السلام، ولكن هو يركز في هذه الجولة وركز في حديثه مع الرئيس المصري بالتحديد على أهمية أن يتم التوافق بين الجانبين على خطوات مستقبلية في عدم تكرار ما جرى في قطاع غزة، بالإضافة إلى البحث عن آليات تضمن وصول المساعدات الإنمائية والإنسانية إلى قطاع غزة دون أن تسيطر عليها حركة
حماس. وهنا هناك بعض الدوائر الدبلوماسية في مصر التي تتحدث عن أن القاهرة لديها ربما بعض المقترحات في يعني تشكيل هيئة تتعلق أو هيئة تتولى مسألة إدخال هذه المساعدات سواء العربية أو المساعدات التي سوف تأتي من الولايات المتحدة الأمريكية ومن الجانب الأوروبي. إسلام، ما آخر التحركات المصرية صحيح. فيما يخص جهود الوساطة التي ترأستها منذ بداية الصراع في الأراضي الفلسطينية بناء على ما تم مناقشته أيضا مع بلينكين؟ ما هي التحركات المصرية التي سنشهدها في الأيام القادمة؟ يعني بشكل عام ربما حتى هذه اللحظة هديل لم يتم الإفصاء عن تحركات بشكل معلن، ولكن هناك دوائر أمنية وسياسية في مصر تعمل على مسألة أن يتم أولا يعني الحصول على ضمانات بوقف باستمرار وقف إطلاق النار بين الجانبين وإعادة إعمار القطاع المنكوب، ومن ثم البناء على مسألة استئناف المفاوضات المباشرة. وهنا هناك تعويل كبير على كما ذكرت على الولايات المتحدة الأمريكية وأيضا على دور الرباعية الدولية التي توسعت وشملت طرفي النزاع بجانب أطراف أخرى فاعلة في هذا الملف. ربما سنشهد في المرحلة المقبلة تحركات يعني تتعلق بدعوة القاهرة لبعض الفصائل الفلسطينية إلى زيارة القاهرة والبحث في بعض الملفات العالقة لا سيما مع حركتي حماس والجهاد. ربما يكون هناك أيضا بحسب بعض المصادر الدبلوماسية يعني بعض المشاورات ما بين وزيري خارجية مصر وإسرائيل في القريب العاجل، وكذلك الأردن. دعني من هنا أنتقل إلى داني إسلام، قد نشهده في المرحلة المقبلة، وكذلك الأردن أيضا. داني، الأردن كان من أوائل الدول المنددة بالتصعيد الأخير في الأراضي الفلسطينية، كان له أيضا موقف واضح. إلى أي مدى ينسق الأردن مع مصر والأطراف الدولية الأخرى ضمن جهود التهدئة للوقف المتزامن لإطلاق النار في غزة؟ يعني هديل، كما تعلمين الأردن قضيته الأساسية هي القضية الفلسطينية، لذلك يعني سيبقى العاهل الأردني وستبقى كافة التحركات الدبلوماسية قائمة لحين يعني وقف كافة الممارسات والانتهاكات بحق الفلسطينيين، وهذا الأمر الذي يقوم به وزير الخارجية من تنقله من بلد إلى آخر ومن لقاء مسؤول إلى مسؤول آخر، وأيضا العاهل الأردني ويتحدث خلال لقاءاته عن أهمية وقف كافة هذه الممارسات بحق الفلسطينيين، وقف التهجير، الهجرة القسرية أيضا للفلسطينيين، والتأكيد على أهمية حل الدولتين، التأكيد على أهمية السلام وتحقيق الأمان لكافة الشعب الفلسطيني في القدس الشرقية. وأيضا يعني هديل، ستبقى هذه التحركات الدبلوماسية لن تتوقف حتى يتم الوصول إلى حل نهائي لحل الدولتين، وهذا هو يعني المطالبات الدائمة من قبل وزير الخارجية الأردني ويتحدث بها في كافة المحافل، وأيضا من قبل العاهل الأردني الذي يؤكد على هذا الموقف وعلى موقف الأردن الثابت اتجاه القضية الفلسطينية، وهي قضية الأولى شعبا وحكومة وأيضا يعني قائدا. كنت معنا من العاصمة الأردنية عمان دانيال معايطة مراسلة الشرق، أيضا الشكر موصول لك، كنت معنا من القاهرة مراسل الشرق إسلام أبو المجد، شكرا جزيلا لكما.